السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي محمد عبد القادر يا ولي الله رضي الله عنك وأرضاك، وعلى الله تعالى فنجاتكم دائما أبدا وبدل. نفع على بركات أنفاسكم القدسية وفاض عليك ما هو أهله وحبيبه ولما أنتم أهله، وأنزلك على درجات الجنة والدوس على المقدس الكلام لأبيك من جوال الله حبيبه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن أولك وأن حبيبه لك وأن أسألك في العالم ومحمد النبي مختار حبيبه. فقام كرام إليك محمد العيد وأسأل أكثر سمع فلا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يكون الذي لم يبشر أرض من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.